قال الله في كتابه: قل هذه سبيلي، يعني يا محمد قل لأمتك هذه طريقي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم ويقين. هل أنت بنفسك؟ هل أنت بنفسك؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإن كنت من أتباعه لابد أن تقوم بالدعوة إلى الله بالقدر الذي تستطيع، وابدأ من بيتك، من جيرانك، من أصدقائك، من تستطيع أن تنصحه لله. هذه التجارة التي لا خسارة بعدها، تجارة ترى نتيجتها في الآخرة. سأختم بهذا الحديث. تخيلوا معي يوم القيامة، أنت بعثت يوم القيامة وأعطيت كتابك وفتحت الكتاب وإذا بك ترى 1000 حجة، 1000 صوم، 1000 شهر رمضان صمته. يا رب أنا يا الله عشت 60 سنة، هذه 1000 وين جتني؟ صح؟ وما كان ربك بظلام للعبيد، هذه 1000 وين جتني؟ فيقال لك: فلان أنت دعوت فلان، نصحت فلان فاهتدى، ودعوت فلان فاهتدى، هو اهتدى وزوجته وأبناءه وذريته، فكلهم كتبت أعمالهم في صحائفهم وفي صحيفة من كان سببا في ذلك. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. حد منكم ما يريد صحيفته تبقى باقية إلى يوم القيامة؟ حد ما يريد يوم القيامة تكون في صحيفته 1000 حجة و1000 صيام، أعمال صالحة كثيرة؟ لذلك إخواني في الله، ابدأ من الآن، تعلم حديث آية، وانصح من تستطيع بالقدر الذي تستطيع. وما أجمل أن يكون الداعي إلى الله بقوله وعمله، ودعوة الأعمال أقوى عن دعوة الأقوال. مستعدين إن شاء الله.